أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري، ونستهل بالعناوين. الصالون الوطني للابتكار في الصناعة التقليدية، طرح لأزمة القطاع وسبل الخروج منها. في توزر، المشهد الصحي يتعزز بقسم لأمراض القلب والشرايين في انتظار توفير اختصاصات أخرى. في المنستير، انتعاشة منتظرة للأعمال الدرامية الإذاعية ب16 عملاً في رمضان القادم. مشاكل عديدة يعانيها الحرفي في مجال الصناعات التقليدية، وقد تمكن رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي خلال افتتاحه اليوم الدورة 33 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية من الاستماع إلى مشاغلهم. وزار رئيس الجمهورية مرفوقا بوزيرة السياحة والصناعة التقليدية عديد الفضاءات المخصصة للولايات وللمبتكرين الشبان والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخصوصية، وجناح الهند ضيفة شرف الدورة. صالون الابتكار إذن يحتضنه قصر المعارض بالكرم إلى غاية غرة ماي 2016. هذه الدورة التي يشارك في فعالياتها حوالي 1000 عارض مع مواكبة منتظرة لنحو 150 ألف زائر. الصنعة هذه فيها شي خرج ساعة يشريوش الناس الناس كل رجعت للحلي التقليدي توا، خاطر ينجموا يلبسوه مع لباس تقليدي ولباس العصري. مش موجودة برشا، رغم أنه عندنا محجوزات كبيرة برشا في الديوان. المعرض هذية فيه أكثر من 1000 مشارك، معنى هذا رقم قياسي. ثم فضاء مهم زاد هو فضاء الابتكار، ثم فضاء الباعثين الشبان. الصناعة التقليدية تعيش صعوبات من أكثر عند أكثر من 10 سنوات من اللي تغلقت هذيك السكوبة. عنده مشاكل في الترويج، وعنده مشاكل في التمويل وعنده مشاكل في التزويد في المواد الأولية. دونك احنا قمنا بمجلس وزاري مضيق واخذنا فيه عديد من الإجراءات لفائدة القطاع، وإن شاء الله هذا محق في حيز التنفيذ. قطاع الصناعة التقليدية يواجه اليوم أزمة حقيقية، وفي الروبرتاج التالي حوصل لما تعانيه سوق المدينة العتيقة بتونس العاصمة، خاصة بعد تراجع القطاع السياحي الذي أدى إلى إغلاق العديد من المحلات وإفلاس عدد كبير من مهني القطاع. للإشارة، فقد تم التركيز مرارا على هذه الإشكاليات في نشرات سابقة. بعيون يسكنها الحزن يجول توفيق بنظراته في أرجاء محله التجاري بالمدينة العتيقة، فضاء صغير كان إلى زمن قريب تفوح منه رائحة الجلد المنبعث من منتوجات تقليدية، واليوم ساءت الظروف فضاع الأصل وتغيرت صبغة المحل. قبل ما تولي هكا الجلد صناعة تحول من السياحة، ما عادش فما السياحة، فهمت؟ بحكم الشيء اللي صار في البلاد، الإرهاب، إحساسي من داخلي يعلم بيك ربي، فهمت؟ مضطر باش نخدم الخدمة هذه. محلات ومغازات كانت تعج بالحركة، أغلقت أبوابها ولفها النسيان، خيار فرضته أزمة تعصف بقطاع الصناعات التقليدية منذ أن تدهور الوضع السياحي. أنت يهبط للسوق لهنا 70% نتاعو توا ما يقدرش باش يصرف على عائلته، ما يخلطوش باش يخلصوا الكراه، ما يخلطوش باش يخلصوا الضوء. برشا محلات مسكره برشا في هنا في المدينه العتيقه، اللي ولات قهوه، واللي ولات ريستورون، واللي ولات تتباع في الكافتاجي، ما عادش. سكرنا البارتي هذيا وخلينا البارتي هذيك باش تقل علينا شارج. ارتفاع نسبه المديونيه تجاه المؤسسات البنكيه والجبائيه من ابرز الصعوبات التي يرزح تحتها مهنيو قطاع الصناعات التقليديه. عندي درجه ال 200 مليون 250 مليون سلعه اللي سوست. شو درت الأدائيات تطلب لي في 14 مليون؟ نمشي خلصها من 14 مليون، بسطها لي أنت المدونية بتاعي، مش نجم نخلص أنا، مش تبيعني في رزقي. ضاربيني باش 30 مليون ريدريسمون، مشيت هزيتها للمحكمة، فهمتني شي ولا زادوا وبركوا عليا، فهمتني شي ولا، ماشيين جايين البارح برك، فهمت؟
وغاو باش نعملوا لك عقله. ليس هناك إرادة سياسية ولا مساع جادة للبحث عن حلول جذرية لإشكاليات قطاع الصناعات التقليدية، هذا ما أكده التجار والحرفيون على حد سواء. ماشي إرادة، لا إرادة سياسية وما ثم حد شيء. للأسف الشديد ونقولها، الديوان الوطني للصناعات التقليدية مش قاعد يقوم بالواجب نتاعو. جدولة الديون وتخفيف الأعباء الجبائية ومزيد الإحاطة بالحرفيين، مقترحات حلول بإمكانها إنقاذ قطاع بأكمله من الاندثار. وللحديث أكثر عن القطاع تنضم معنا السيدة نجاة العبيدي رئيسة الغرفة الوطنية لتجار الصناعات التقليدية. سيدة نجاة مرحبا بك. مرحبا. سيدة نجاة، كما كنا نشاهد هذه عينة من المشاكل التي يواجهها القطاع ككل، كيف تقيمون الوضع وكيف ترون الحلول؟ أنا قبل كل شيء حبيت نشكر اللي قام بالفيتيهيخ هذا، يعطيه صحة لأنه حتصبوا على المشكل الكبير. ريتوا الصناعة التقليدية في المدينة كيفاش، المتاجر سكرت، التجار معناها في حيرة، برشا منهم ما عادش تجار صناعة تقليدية ولاو معناتها مشاو لنشاطات أخرى، وهذا مشكل في تونس بركة، معناها مشكل في مدينة تونس في المناطق الكل، خاصة في المسالك السياحية. واللي نحب نقوله كونه الضربات الإرهابية المتتالية اللي جات معناتها من بعد باردو، معناها باردو سوسة تونس بن قردان إلى غيره، هذا ما نجمش يخلي التاجر الصناعة التقليدية في أريحية ولا يخدم ولا يشتغل. نحب نقول اللي في تونس عندنا 350 ألف حرفي، من بين 350 ألف عندنا 120 ألف اللي هما مسجلين في دفتر الصناعة التقليدية، ومنهم زاد 1500 مؤسسة حرفية. دونك الموضوع كونه ككل في القطاع ما عندناش استراتيجية واضحة، وهذا يلزمنا نقولوه، لكن كان غلطنا نجمو نمشيو نصلحو ونشوفو معناتها مع بعضنا الكل الإصلاحات اللي يلزمنا ندخلوها. علاش قلت الأرقام هذه فكرت بهم؟ لأنه مش ممكن باش الحرفي يبقى حرفي، الحرفي يلزم يرتقي إلى المؤسسة الحرفية. عندنا 120 ألف مقيدين معناها في الدفتر هذية الكلهم حرفيين، فلما لا معناتها تصير الإحاطة بهم باش نطلعوا شوية من المستوى متاع الصناعة التقليدية ويكونوا معناها مؤسسات حرفية فعلة في تونس بطبيعة ومصدرين. لكن سيدة نجاة أقاطعك لو سمحت، الصناعة التقليدية ارتبطت بشكل مباشر بالسياحة، ومع تراجع المؤشرات السياحية تتراجع هذا القطاع، فهل حان الوقت لوضع استراتيجية جديدة لتسويق الانتاج إلى الخارج، لفتح أسواق جديدة للبحث؟ يعطيك صحة مدام، السؤال هذا وجيه على الأخر. معناتها كيفاش بديت ما فماش استراتيجية، كيفاش بديت نقرنوا السياحة بالصناعات التقليدية وكهو، هذا مش معقول، لأنه هذا نجم نقوله غلط وما يلزمناش نتمداو في الغلط هذايا. السياحة ما عادش موجودة، معناتها القطاع يلزمو يموت؟ لا، احنا كي نشوفوا بلدان مجاورة كما المغرب اللي في يوميا معناها في حياة المواطن الصناعات التقليدية موجودة، معناها يعيش بالصناعات التقليدية، لبسته صناعات تقليدية، ياكل في أواني تاع الصناعات التقليدية إلى آخره. هذايا ما جاش من فراغ، هذا جاء من معناها حملات شهرية كبيرة ياسر صارت في بلادهم وفي الخارج زادا كيف، ولهذا ما فهمش علاش احنا ما نعملوش كيف، وعندنا سياح نتاعنا اللي هما مواطنين تونسيين معناها مستهلكين اللي هما 365 يوم على 365 موجودين في بلادنا، ولهذا احنا الحملات الشهرية ممكن نقوموا بهم لمصالحة المستهلك التونسي بالمنتوج التقليدي التونسي لازم تكون هذية في أسرع وقت ممكن. لكن المهم أنا نحب نحكي على التجار، لأني رئيس الغرفة الوطنية متاع التجار الصناعات التقليدية اللي هما الحقيقة معناها متأزمين، مش متأزمين كما فسرت لكم قبيلة، هما معناها باعوا اللي وراهم قدامهم ما عندهم حتى شيء، سكروا حوانتهم، رينا الفتيخ قبيلة معناها وفحنا الكلام هذية، ولهذا أنا نطلب من صحة الأشراف
واللي احنا طلبنا منهم عنا المديونية هذه ينظروا فيها معناها حتى على الاقل يصير غير شلون ما ولا يتمسح ولا كذا كيما الفلاحة صغار ولا لي كريدي معناها لاكسي او كريدي بطريقة سلسة ونعاونوا هالتجار لان هي الحلقة الثامنة في السلسلة متاع الصناعة التقليدية هي التسويق معناتها الحلقة هذه ونعاونوهم حتى يخليوا حتى يسوقوا منتجات متاع شركائهم الحرفيين اللي ماذا بينا يبقاو يجدونا في منتجات جديدة يبتكرون الحاجات الجديدة يجيبون حاجات جديدة لكن الدولة توفر لهم قمم كل ما هو مواد أولية ذات جودة عالية حتى ترتقي المنتجات هذه لمستويات عالية نعم. وممكن وقتها نحكي على ما نقولش قضاء على بطالة ما نقصوا من البطالة ندخلوا نستخدم الحرفيين ما عادش يقعدوا حرفيين يلزمهم ابسوليومون معناتها يوليوا مؤسسات حرفيه وينتدبوا معناها شكون معاهم حتى كيف نقصوا شويه من البطاله في الجهات ننميو جهاتنا دونك باش نحكيوا على التنميه الجهويه والتجار وما بيدهم يرجعوا كما كانوا قبل يعاونوا الحرفيين يسوقوا منتجاتهم في الداخل وفي الخارج. هل هناك تجاوب مع سلطة الإشراف حول هذه المقترحات؟ والله أنا اليوم فرحت برشا مشيت للتدشين متاع المعرض متاع الكرم دورة 33 وكانت رائعة عجبتني برشا وعجبوني برشا المنتجات لكن سألت قلت كيفاش بعد المعرض هذا كيف يغلق كيفاش باش يسوقوا ويكملوا تسويق المنتجات متاعهم ولهذا أنا دعوة لسلطة الإشراف وهم مشكورين اللي يسمعونا لمحالة لكن يمكنش باش نسرعوا مع بعضنا في المستقبل باش نقدموا نلقاو حلول للتجار بصفة جدية ونمسحوا لهم المدونية متاعهم نعطيهم الكريدي ونحاولوا نقفوا معهم حتى يتسنى لهم التسويق كما ينبغي لأن طبيعة العمل متاعهم هو يشري ويبيعوا دونك باش يخلي كل واحد يخدم الخدمة متاعه التاجر يبيع والحرفي يبدع نعم. وينتج نعم السيدة نجاة العبيدي رئيسة الغرفة الوطنية للتجار الصناعة التقليدية شكرا لك على الحضور معنا شكرا لأول مرة ستتمكن المؤسسات الاقتصادية التونسية من التواصل مع المؤسسات العالمية عبر منصة تونسية للتجارة الإلكترونية وهي أول بوابة وطنية لتطوير التجارة الإلكترونية بمقاييس عالمية أول منصة إلكترونية تجارية تونسية تحتاج إلى تكوين خاص لإدراك قيمتها من وجهة النظر الاقتصادية والتجارة الخارجية بالتحديد وهو ما نسقت له غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تونيزيا تريدينغ هي بوابة مجعولة للبروموسيون تاع التصدير دونك هي بوابة انتر انتربريز مش شركة للشركة الأجنبية هي أول بوابة وطنية في تونس نحن في تونس عندنا تأخير في التجارة الإلكترونية وخاصة التجارة الإلكترونية بين الشركات هذه باش نبعث لك ميل وتبعث لي فاكس ونمشي لك وتحل لك سويفت وكل ذي كله قاعد يمشي وقاعد يندثر توا السرعة والجودة والسعر وهذا الكل بآليات كما آلية نتورك نتورك هي احنا مش مقتنعين غاد شويه خاطر راهو اذا ما نعملوهاش احنا اليوم في تونس رانا باش نستعملوا اليات اخرى في الخارج الحضور القليل لهذه الدوره التكوينيه قد يعكس حذرا طال امده من اعتماد التجاره الالكترونيه علما ان عدد المنخرطين من الشركات التونسيه على احدى اهم المنصات التجاريه العالميه لا يتعدى المئات منظومة حقيقة باش تعطي إمكانيات إضافية جديدة بالنسبة لكل المتعاملين الاقتصاديين يعني يمكن يعرف بالمواد نتاعو الانتاج نتاعو الكتالوج نتاعو يكون بصفة إلكترونية موجود على البلاتفورم يعني 12 شهر يعني في السنة يمكن التعامل يمكن إرسال الإمكانيات نتاعو باش يكون تتعرف عليها عدة شركات المنصة التونسية يتوقع منها أن تكون شريانا آخر للتجارة الخارجية بمقاييس المنظومة التكنولوجية العالمية إذا ساندتها حملة في نسيج الاقتصاد الوطني للتوعية بجدواها
تعتبر الطاقات المتجددة من بين الآليات الجديدة التي يمكن استغلالها على مستوى الاستثمار، لذلك فإن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة احتضن تظاهرة تهدف إلى تقريب الطلبة من المستثمرين في هذا المجال. مشاريع لتأمين طاقة متجددة. يسعى طلبة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة إلى إنجازها عبر مستثمرين ومؤسسات مختصة. باش ناخذ مقاسات نتاع محطة نتاع توليد الطاقة، معناها باش نستعملوا الطاقة الشمسية، فهمت؟ كما نعرفوا الدومين هذا بروموتور توا ودومين جديد معناها ويساعد لي سوسيتي باش بور لو ديفلوبمون وكل شيء. والتظاهرة هذه تعاوننا أكثر باش نتقربوا من الصناعيين وتخلينا نتفاعلوا معاهم أكثر في مجال الطاقة. احنا قاعدين نحاولوا لماكسيموم، معناتها قاعدين نحاولوا باش نطبقوا النظريات معناتها اللي قريناها ونطبقوا القراية اللي قريناها. بون هذه ترجع للماتريال وترجع للإمكانيات نتاع الدولة. تظاهرة الطاقات المتجددة والنجاعات الطاقية 16 و2000 فتحت المجال للطلبة للاحتكاك بأهل الاختصاص. نحب نعرفوا الطلبة ونوعيهم، اللي احنا شركة متخصصة في صنع اللقط الشمسي، ونحبوا معناها يكونوا واعيين ويتعرفوا على الطاقات المتجددة. احنا عملنا دورات سابقة في الطاقات المتجددة، لكن شنو أضفنا للدورة هذه هو النجاعة الطاقية. نحكيوا على الافيكاسيتي انرجيتيك، كيفاش معناها المستهلك ينجم يرشد في الاستهلاك نتاع الطاقه نتاعو. رافير الاستضافات اللي نعملوهم ان نعملوا مجال العلاقات بين المؤسسه وبين الشركاء في المجال الاقتصادي والاجتماعي، باش يمكن الطالب زاده باش يربط علاقات وباش يحسن التشغيليه نتاع الطالب. التعليم العالي لازم يكون لوكوموتيف باش يساهم في تطوير المجتمع نتاعه. من المفترض ان يتحول اعتماد الطاقه المتجددة في تونس من 3 إلى 12% في أفق سنة 2020، مجال واعد لطلبة يأملون ألا تبقى طموحاتهم قيد مشاريع التخرج. تجديد وتطوير المؤسسة التربوية يكون عبر ترجمة التوصيات التي أفرزها الحوار الوطني في مرحلته الأولى إلى إنجازات، ذلك ما تم التأكيد عليه ضمن فعاليات ندوة وطنية نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل في ولاية نابل. ترجمة مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية وجعل المرحلة القادمة مرحلة أجرأة فعلية تتماشى ومتطلعات المجتمع إلى مدرسة جديدة، حتم ضرورة استعراض أهم عناصر تشخيص هينات ونقاط الخلل في القطاع التربوي. المرحلة القادمة من الحوار سوف تكون مرحلة أجرأة، أي تحويل التوصيات والمقترحات التي قدمت خلال المحطة الثانية من الحوار إلى إجراءات توضع مباشرة موضع تنفيذ. احتواء عملية الإصلاح هذه على عديد الملفات المركبة من البرامج المتنوعة افترض أيضا وجود مرجعية ما تمكن من تحديد أي المقاربات الممكن اعتمادها. نحتاج قبل أن نقوم بعملية تجميع مواد أو مضامين لتلامذة في المنظومة الجديدة لنعتزم إصلاحها وإنشائها، يفترض أن يكون لدينا مرجعية ما حتى نتمكن من تحديد المقاربات التي سوف نعتمدها. المطلوب الآن من اللجان التي ستتشكل من هنا فلاحقا وخاصة اللجان القطاعية هو تحويل تلك التوصيات أو تلك المبادئ إلى إجراءات عملية داخل المؤسسة التربوية. ويذكر أن الندوة التي تمتد على 3 أيام تتخللها 13 ورشة أشغال تبحث في أهم فقرات هذا الإصلاح التربوي، لتختتم الأحد القادم بتقديم نقاش تقارير هذه الورشات. في المجال الطبي يشهد المستشفى الجهوي بتوزر بعض التحسن على مستوى الخدمات، حيث تعزز المستشفى بقسم لأمراض القلب والشرايين، لكن هذا التحسن لم يخفي المشاكل المتعلقة بنقص طب الاختصاص. قسم طب القلب والشرايين هو مولود جديد ينضاف إلى المستشفى الجهوي الهادي جبل بتوزر، وبتكلفة ناهزة 850,000 دينار تجهيزات عصرية لمتابعة كاملة لمرضى القلب والجلطة الصدرية.
القسم بصفة عامة فيه 14 فرش في الرجال ما بين الرجال والنساء، وفي 4 فروشة في اليونيتي دو سوان انتنسيف، معناها كل باش يجوا 18 فرش. مع هذا ثم اون سال ديكسبلوراسيون، هذه سال ديكسبلوراسيون فيها توسكي ايكوغرافي كاردياك اللي هي الكشف بالصداع على القلب. السال ديكسبلوراسيون فيها معناها لي دو اولتير، اولتير ريتميك والتير تونسيونيل اللي هي تاع تخطيط تاع الشريط تاع القلب في 24 ساعة. التحسن الملحوظ في جملة الخدمات المزداة للمرضى بالمستشفى الجهوي بطوزر لم تخفي بعض النواقص الأخرى، وخاصة حاجة أهالي الجريد إلى اختصاصات لا تزال مفقودة. تبع عينيا ما ثماش، خلاص أنا عامل عملية عام الأول وعندي رونديبو من عام الأول في 25 أكتوبر باش يعاودوا لي العملية الثانية، التو أنا نستنى ما ثماش طبيب. عندنا نواقص معناها خاصة في الطب الصغرى، ومثلا في الدواء يكتب لك دواء تمشي تشريه، ما ثماش، تمشي للفارماسي يقول لك راه ما عندنا حتى شيء. توزر دخلت في دعم طب الاختصاص، هذا المشروع اللي وفرنا به طب الاختصاص في ست سبيساليتي اللي هما كالعادة الانعاش الطبي للأطفال، جراحة العظام، طب النساء والتوليد، العاش في تخدير الجراحة العامة. قسم طب القلب والشرايين واحدا من الاختصاصات التي قد تسهم في حل بعض الصعوبات والإشكاليات التي يعاني منها أهالي جريد، ليبقى أهالي ولاية توزر في حاجة ماسة إلى توفير اختصاصات أخرى حتى تخفف عبء هذه المناطق من مشقة التنقل وطول الانتظار. نواصل مع الشأن الطبي، حيث وقع اليوم كل من وزير الصحة سعيد العادي وسفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى هامش كاول بمقر وزارة الصحة على مذكرة تفاهم في قطاع الرعاية الصحية بين الحكومة التونسية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة في مجال الرعاية الصحية وتيسير تبادل المعارف والمهارات بين الطرفين، كما تسعى إلى تعصير قطاع الرعاية الصحية في تونس. إلى موضوع آخر، حيث تستعد جابس لاحتضان المنتدى العالمي للبيئة في ديسمبر القادم. واستباقا لهذا المنتدى تم تخصيص ندوة تطرح مشروع الاقتصاد الأخضر كحل للإشكالات البيئية التي تعيشها المنطقة. يعلق العديد من الناشطين في المجتمع المدني بجابس آمالا كبيرة على المنتدى العالمي للبيئة جابس 2016 في إعطاء دفع هام للملفات البيئية بالجهة. أهداف طموحة ترمي الأطراف المنظمة لهذا المنتدى إلى تحقيقها عبر هذه التظاهرة العالمية، واختيار جابس لاحتضان هذا المنتدى لم يكن صدفة. أولا علاش وقع في المكان هذا؟ الخطر جابس نقطة سوداء في العالم، من البورت ما نجمش نسكروه، الشيء ما نجمش نعملوا فيه، هذا شيء فيه وما نجمش نرجع، التاريخ ما جاش تاني. أما شيء لازم نعمله، وش لازم ندير، وش لازمها تعمل الدولة؟ الدولة لازم تحط يدها في الشيء هذا، سينا المنظمات هذه راهي ما ندريش كيفاش، ولا يلزم التأطير ويلزم التحضير. المنتدى هذا ان شاء الله مش يكون متواجد فيه طاولة حوار، مش يتواجد فيها السلطة والمجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية اللي ملوثة، مش تكون طاولة يتحاوروا فيها ونخرجوا بأجندة صحيحة اللي تنجم تنقذ البلاد هذه من التلوث. أشغال هذا المنتدى انطلقت بندوة تحضيرية اهتمت بالاقتصاد الأخضر. الحلول ماهيش مجي بين عشية وضحاها، ولكن احنا على الطريق السوي ان شاء الله، من خلال المشاورات، من خلال البحوث عن البحث عن حلول واقعية وعلمية، بما فيها الفوسفوجيبس، بما فيها مسألة التلوث، بما فيها الخليج جابس كمنطقة إيكولوجية. المنتدى العالمي للبيئة جابس 2016 سيعقد في ديسمبر القادم، وإلى ذلك التاريخ مسائل عديدة ستطرح على طاولة النقاش. في الشأن القضائي، قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي إن مكافحة الفساد ليست من أولويات السلطة السياسية بجهازيها التشريعي والتنفيذي، رغم أن المقدرات الكبرى للدولة بصدد الإهدار جراء استشراء الفساد المالي. وأكدت القرافي اليوم خلال ندوة صحفية على غياب سياسة قضائية لمكافحة الفساد في ظل الوضعية التي يمر بها القطب القضائي المالي وغياب المحللين والخبراء الماليين عن هذا القطب، معتبرة أن القضاء هو الركن الأساسي في مكافحة الفساد لتكفله بالجانب الردعي.
قلت بالقضاء اليوم ما ثماش قانون يضبط الجرائم اللي اختص فيها. معناتها هنا ثم تداخل ما بين اختصاص القطب القضائي وما بين يعني اختصاص بقيه يعني قضاة التحقيق والنيابه. ما ثماش يعني القانون اللي يضبط اجراءاته وطريقه التعهد نتاعو والنيابه العموميه وقضاة التحقيق نتاعو، هذا كل غايب. لانه في الدول اللي تراهن على انه القضاء يردع جرائم الفساد المالي، لانه ما تتاخر الجريمه المالية والجريمة بشكل عام إلا ما يكون ثم جانب الردع يعني والمحاسبة القضائية. الدول هذه يعني وقت اللي توضع أقطاب قضائية تحط لها إطار متاعها القانوني، تعطيها من الإمكانات الكبيرة، خاطر الجرائم هذه مشعبة ومعقدة. أمنيا، تمكنت فجر اليوم وحدة تابعة لإقليم الشرطة بالقصرين من إلقاء القبض على أحد العناصر المفتش عنهم في قضية لها علاقة بالإرهاب وفق ما أفاد به مصدر أمني بالجهة. وأوضح نفس المصدر أن معلومات وردت على المصالح الأمنية تفيد بتحصن المفتش عنه بمنزل أحد جيرانه بأحد أحياء مدينة القصرين، فقامت الوحدة الأمنية بنصب كمين له ومحاصرة المنزل ثم مداهمته والقبض عليه وتوجيهه إلى فرقة مقاومة الإرهاب بتونس العاصمة لمزيد التحقيق معه والتحري في شأنه. أمنيا، في جهة إرمادة، تمكنت وحدات الحرس الديواني من إحباط عملية تهريب لكميات كبيرة من السجائر كانت محملة على متن شاحنة أجنبية، حيث تم حجز الشاحنة والبضاعة. وردت على مصالح فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية برمادة ما في معلومة مفاده اعتزام شاحنة تهريب كمية من السلع. تم نصب كمين على مستوى أحد المسالك الصحراوية وتم ضبطها محملة بعدد 15,000 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع، وتم خلال هذه العملية حجز أيضا شاحنة ثقيلة حاملة لترقيم أجنبي. وقد استمرت العملية التأمين المحجوز وقرابة 12 ساعة. كما أطلقت دورية للحرس الوطني فجر اليوم النار على سيارة تهريب لم يمتثل سائقها لإشارة الوقوف، وقد أصابت طلقة تحذيرية مرتدة مرافق الشاحنة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى الجهوي بتطاوين ووصفت حالته بالمستقرة. وبيّن مصدر أمني لمراسل ويكان تونس إفريقيا للأنباء بالجهة أن هذه السيارة من ضمن مجموعة من السيارات الأخرى التي هاجمت الدورية على مستوى قرية توجد بين معتمديتي غمراس والبير الأحمر للإفلات من التفتيش، مشيرا إلى أن البحث عن بقية المهربين ما زال متواصلا. في المجال الإعلامي، التزم رئيس الحكومة لحبيب الصيد في لقائه اليوم بوفد عن النقابة الوطنية للصحفيين بقرار ضم إذاعة الزيتونة إلى مؤسسة الإذاعة التونسية. وبخصوص ملف إذاعة شمس أف أم، تعهد رئيس الحكومة حسب بلاغ النقابة بإشراك بأبناء شمس أف أم والهياكل المهنية في هذا الملف، مؤكدا على ضرورة مراعاة الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين بها والتصدي لكافة أشكال التشغيل الهش في هذه المؤسسة الإعلامية المصادرة. وفيما يتعلق بملف شركة كاكتوس برود، طلبت نقابة الصحفيين بتعيين رئيس مدير عام أو مدير على رأس هذه المؤسسة المصادرة التي لحقتها كثير من الأضرار وتحوم حولها شبهات سوء التصرف حسب نص البلاغ. وبخصوص وضعية مؤسسة دار الصباح، شدد الوفد على أهمية الإنصات إلى مشاغل أبناء المؤسسة واقتراحاتهم. وقد عبر رئيس الحكومة عن تطابق وجهات النظر في هذا الموضوع. إلى عالم الثقافة، وعمل درامي بعنوان زمن الحب سيؤثث السهرات الرمضانية الإذاعية لسنة 2016، عمل مشترك بين الإذاعة الوطنية وإذاعة المنستير. زمن الحب عمل درامي إذاعي من 30 حلقة سيؤثث برمجة إذاعة المنستير والإذاعة الجهوية الأخرى ضمن 16 عملا في رمضان 16 و2000 للإذاعة الوطنية. 16 عمل لأول مرة
للتاريخ هذا، لأنه كانت مصلحة الدراما في السنوات الفارطة تكتفي تقريبا بأربع أعمال درامية، اثنين رمضان واثنين يمكن على امتداد العام، فهذا لقيناه قليل مع ما هو موجود من طاقات إبداعية. أحداث الدور في أواسط القرن الثالث عشر في الدولة الحفصية في تونس، قصة حب ما بين ابن الوزير وبنت السلطان، في الأخير يلتقي وتزوز أحباء ويوصلوا لبعضهم وينتصر الحب. ما العمل إذن؟ اذهبوا إلى صاحب ديوان البحر، ربما سمح لكم بأخذ بضاعتكم المجنونة من غرناطة. المسلسل تجربة جديدة في الإنتاج والتمثيل المشترك بين مصلحة الدراما بالإذاعة الوطنية والكفاءات المسرحية بجهة الساحل. هي عملية عمل مشترك بين زملائنا في الإذاعة الوطنية والزملاء في إذاعة المنصير، فالعملية هذه عملية جميلة برشا، وكفكرة تخلي العائلة الدرامية نتاع الإذاعة الوطنية وإذاعات الجهوية في التحام دائم. حصل لي شرف أني تعرفت على ممثلين من طراز عالي ما كنتش نعرفهم في السابق معنا في إذاعة المنستير، وشيء شرف الدراما التونسية عموما، وإن شاء الله تجربة باش تتواصل مع تطوين ومع الكاف ومع قفصة وكل الإذاعات الجهوية. إنتاج المسلسل ثمرة توجه عام للإدارة العامة للإذاعة التونسية في إنتاج الأعمال الدرامية لرمضان بالتعاون مع الإذاعات الجهوية. عمل ملحمي الحقيقة، عمل درامي ضخم، إذاعي ضخم، فيه أكثر من 60 شخصية. العمل هذا يجي في إطار التعاون وفي إطار بين وحدة الإنتاج بإذاعة المنستير والمصلحة المركزية لإنتاج الأعمال الدرامية يعني بمؤسسة الإذاعة التونسية. زمن الحب حبة من عقد في تشكيلة متنوعة لإنتاجات رمضان للإذاعة الوطنية. بهذا إذا نصل إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بالعناوين. الصالون الوطني للابتكار في الصناعة التقليدية طرح لأزمة القطاع وسبل الخروج منها. في توزر المشهد الصحي يتعزز بقسم لأمراض القلب والشرايين في انتظار توفير اختصاصات أخرى. في المنستير انتعاشة منتظرة للأعمال الدرامية الإذاعية ب16 عملا في رمضان القادم. في الختام إليكم مني أجمل تحية، إلى اللقاء.